المحكمة تصدت لهذا الكلام في شأن تخطط الحجية والقوة للأمر المقضي به. المحكمة تصدت وردت على هذا الدفاع وقالت أن هذا كان وصفا أخفا، ولكننا نحن الآن في مقام وصف أشد. فبينت المحكمة الواقع والأدلة وتعرضت لدفاع متهمين عليه. إذن المحكمة سبق لها وأن أبدت في تلك الدعوة الجنائية المطروحة رأيا، وكونت عقيدة سابقة. إذن كيف يتسنى لي كدفاع أن أبدي دفاعا أمام هيئتكم الموقرة التي سبق لها وأن أبدت رأيا وسبق لها أن كونت عقيدة؟ أعلم أن هذا الطلب يحتاج أن تختلي المحكمة بغرفة المداولة، لأن الأمر يحتاج إلى المداولة. الأمر يحتاج إلى المداولة. فنحن فقط تقينا مرحبين في الرجاء. أنت خلصت؟ خلصت كلامك؟ أه بإذن الملك. نعلم جيدا أن الهيئة المختارة تتسم بشيئين، يعني أنا بدي ألتزم طبعا الطلبات وهو طلب وحيد طبعا، لكن هل في نص القانون طبعا؟ الهيئة المقرة تتسم بشيئين ألا وهما الحد والعلم، فلا يجب يا سيد الرئيس أن تضغو الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى، ونعلم جيدا يا سيد الرئيس أن الهيئة المقرة تتسم بهذين الشيئين. أما العلم فطبقا وحظا طلب إثبات أن طلب أن النص المادة 147 من قانون الموافقات نص واضح. إذا كانت المحكمة قد صبر وقد أعطت رأيها. لا بس ده نص قانوني يا فندم، هو لم يثبت النص القانوني. بناء على بس تفكر الجلسة وقالوا بناء على علم والكلام اللي قاله نص المادة 147 بس أخذ الهيئة المقرة إثبات تفكر الجلسة. بعد إذن الهيئة، ولكن يا فندم إحنا قدام هيئة عقلية وتعي ما نقصد، ولذلك يا فندم نطلب تأكيد القانون يا فندم. بس احنا قدام محاكمه جديده خالص من الاول. انا اقول حاجه سريعه بالنسبه للمتابع. استنى يا استاذ لو سمحت، يكون المحكمه بتتكلم محدش يقطعها. يبقى احنا بنتكلم على ان الحكم سقط بمجرد اعاده الاجراء فيه، وقدامنا ما فيش الا الاتهام بتاع النيابه اللي هو المحاله اليه بامر الاحاله. تمام الكلام واضح؟ انا للمحكمه. طيب بس عشان برضه نتكلم على المتهمه دي، كان لها اخرين معاها شركاء، فكان لابد بالنسبه للشركاء ان احنا نتكلم على دورهم في القضيه. ده ناس حضره والكلام كان بالنسبه للمتهمين الحاضرين، اما المتهمه فهي حاليا قدامنا باتهام النيابه فقط، ولا عبره للحكم اللي هو ب 10 سنين ده نهائي، لانه لا يلزم المحكمه اللي في حاله واحده انتوا كلكم عارفينها، اللي هي في حاله الادانه لا يجوز تجاوزها. كلام واضح ولا مش واضح؟ تمام؟ استني يا بنتي اصبري. انا مش عايزه بس اي حاجه. طب استني، مكانك الاساتذه. طب اسكتي انت بس صبر عشان بس نعالج المشكله. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو في سبب من اسباب الرد للمحكمه انا اديكم مهله لرد المحكمه واتخاذ الاجراءات القانونيه، ان المحكمه ابدت رايها قبل كده في هذا الموضوع ومكنكم من الايه من تحقيق هذا الموضوع. لا 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 فيش اي حرج. لا 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 مفيش اي حرج عندنا في المساله دي خالص يعني. انا بس هدي لكم اجل لو انتوا عاوزينه انت تاخذوا الاجراءات بتاعكم. احنا حابين نتكلم عن المحكمه. طب قول يا استاذ. معلش يا فندم اتفضل. نص الماده 47 بيقول ايه؟ يا استاذ يا فندم معلش يا استاذ بس انا عاوز بس عشان بس ايه؟ ما دام مش هنتكلم مرافعه ولا هنتكلم في موضوع الدعوه. انت فندم ذكرت لي النقطه دي من شانها ان احنا دعوة جديدة ملهاش علاقة تماما باللي فات. أكيد لكن نص المادة ده واضح بيقول حتى وإن ترافعت حتى وإن صدرت المحكمة حكما. بس أنت كنت حاضر قدامي قبل كده عنها؟ لا يا فندم. خلاص. لكن أنت دلوقتي القضية جديدة قدامي دلوقتي مقدمة من جديد خالص من الأول خالص. عاوز تترافع فيها أهلا وسهلا. عاوز ترد المحكمة على الراحة بوسعة. أدي لك أجل لاتخاذ الإجراءات الرادعة. سريعة بس أنا مش إحنا عاوزين نتجاوز النقطة دي عشان ننتهي لنقطة ثانية. اتفضل. وطبعا نحن كدفاع قائلين بان دي
السواق ما دامت المتهمة قد قررت وهناك إعادة للإجراءات في محاكمة جديدة. ولكن أنا فخطت عندما قدمت كفاعل قصدي كمتهمة أولى زي ما المحكمة فخطت ظهرت هناك شركاء المتهمين 3 4 5 وفقا لأمر الإحالة. طيب الاتهام أصبح واحد، المحكمة أبدت الرأي في الاتهام. إذن فخطتك سريعا بس أعلم نختصر في الكلام بعد إذنك. هأدي لك أجل اتخاذ إجراءات الرد للمحكمة بسبب إن المحكمة أبدت رأيها زي ما أنت بتقول. ماشي يا أستاذ؟ ممكن؟ عشان نتفق بقى على حاجة بقى. لا ومانع أحيانا نقف بعد كده عشان مش هنتكلم في الموضوع بقى. هذا كافي. تمام عايزين بقى طلب أجل لاتخاذ إجراءات الرد للمحكمة. نحتاجه إلى أجل واسع. يعني كام يعني الدور ده ولا خلوها في الدور اللي جاي؟ لا خليه بقى. أنا آسف. لا ده خص المحكمة يعني. لا خلاص عدي المحكمة. ولكن تخطط المتهمة مع حبسها. تمام. فلابد أن تستخرج من محبسها حتى تمكن من اتخاذ. ولا سيما أن هذا الطلب بناء على رغبة المتهم. والمحكمة تسأل فيجيب المتهم. تمام. يعني الدور الجاي حاضر هتبقى لك الدور الجاي. بدر محروس عبد الله. بدر محروس.